انا انا شادلي وانت عايشه. مرحبا بيك. اشتغل هون ليه معجلها بالبقاء؟ فيش ليه نمسح ونسيق ونطيب ونهز الماء والسماء ونقوم كل راجل مهيبة، كل امرأة أم. أنا تولدت هون، هذاك علاش سميني شكلك؟ قل اش تقعد ديما تجيب حوالينا؟ انت ديما تحبي نجي هون؟ اي نحب. علاش؟ انت شابة برشا، حسيت روحي حبيتك. نحب نعود نعيط لك. لا نحب شكون يعيط لي؟ سيدة المنوبي نغوصوا شوية في هالموضوع المسرحية ساعة. أي بكل صور، مرحبا بكم، تحية للسادة المشاهدين مشاهدي القناة الوطنية. العمل المسرحي هذا عمل نخدم عليه عندي مدة انطلاقا من فكرة وحكاية حكيتها أنا وسي محمد بوحمود الله يرحمه ويدعمه، يؤزر كتاب السيدة المنوبية منذ حوالي 7 أو 8 سنوات. أنا مسكون بالفكرة هذه وحاولت رغم الظروف الصحية الصعبة اللي مريت بها، حاولت أني ننجز العمل هذا لا لشيء إلا لإعطاء الحق لهذه المرأة الأيقونة السيدة المنوبية اللي المتعارف عليها ربما مش الكثير ومش في عمق سيرتها، في عمق تفكيرها، في عمق معناها ما قامت به المرأة هذه في حياتها في القرن الثالث عشر، اللي كانت امرأة كانت عايشت المجتمع الذكوري بعقلية ليبرالية، ما هيش مجرد أنها امرأة تقية بركة، لكن امرأة في عمقها امرأة مفكرة، امرأة ورعة، امرأة فارت على بعض العادات والتقاليد، اجتاحت كما قلت المجتمع الذكوري وحاولت تغير عقلية بعض النساء. لهذا هذاك علاش أنه قراءتنا ومقاربتنا كمجموعة للعمل هذية ما هيش مقاربة ربما في درجة أولى في باش نحكيو على السيد المنوبي قد ما هو غوص في عمق حكايتها، بدليل انه خدمت على مراجع علميه، على خدمت يعني كمراجع تاريخيه على كتاب الاستاذه الفاضله نيلي العمري، كذلك سي عبد الجليل بوقره كتب عليها الله ربي يطول في انفاسه، كتب على السيد المنوبيه، محمد بوعمود كما قلت الله يرحمه ويبرد ثراه، والعديد من الناس اللي تناولوا النواحي هذه. هذاك علاش قلت انصاف للسيده المنوبيه ماهيش قراءه سطحيه او قراءه ربما بدرجه اولى قدر ما هو غوص في اعماق الشخصيه الايقونه الشخصيه المثاليه اللي تحدات المجتمع الرجالي في القرن الثالث عشر. دوري في المسرحية هذه نمثل معناها الجارة متاع عايشة المنوبية السيدة المنوبية اللي حكينا في العصر هذيك كيفاش كانت الطفلة معناتها عيب انها تخرج وكل هما طلعوا فيها برشا كلمات، ونمثلوا معناها عندي بنتي اكلي بايرة وكيفاش الطفلة بعد ما تفوت 14 سنة كيفاش تبور ويزمها تاخو راجل. ايش لقيت تعامل مع سي عبد العزيز؟ ما لقيتش تعامل غريب ولا صعيب، خاطر هذه السادس ولا سابع مسرحية مع سي عبد العزيز المحرزي، مستانسة بيه عندي توا قريب 20 سنة نخدم معاه، وما لقيتش حتى صعوبة معاه خاطر ولينا نفهموا بعضنا على الأخر، معناتها عادي جدا. النوع هذا اللي تشتغل عليه سي عبد العزيز؟ طبعا النوع الكلاسيكي المتطور، النوع التقليدي في 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 التريتمون نتاعو، معناها في قضية طرحه، فهمتني ولا لا؟ يجمع ما بين الجد كجد، وكذلك ما بين بالمجد معناها ما بين مكان يحمل المجتمع من انماط بشريه من 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 ضمار من ضمار في الوقت هذاك، لان عاشت هي في محيط ما عاشتش وحدها معزوله، من بعد فكرت في العزله، لكن عاش في محيط منوبه مع جيرانهم مع اترابها مع احبابها مع والدتها مع جيرانها. الرهود هذم طاق لي وطاق. اي ليوسي مولتي قال لي عندها القبول في السوق، هي تجيب السلعه منا وهي تتنقف في رمشه عين. مالها عارفه
عارفوا اللي حيد هواتي كل واحد يقولك علاش مش انا. الله يجيرنا يا اختي الله يجيرنا ويخفف مكتوب بنيتنا. انا والله ندعي صبح وليل نشوف انا عيني على كتافي نهار وليل. عندك الحق الدنيا تخوف. ماله قول ان شاء الله بركه تهني على روحها ما ترسليهاش بعد مده جايبه صرها وماكله تريحها وصرها وضربوها. اللطف اللطف سبع لطاف الله يلطف بينا. اختيارك سي عبد العزيز للموضوع هذا وللشخصيه هذه يظهر لي ماهوش اعتباطي. كل واحد من منطقه ومن منطلق بتاعه يحاول بانه بحساب باش لتنوع ساعه تنوع الانماط المسرحيه باش ما نبداوش كلنا نعملوا في نفس الشيء الى جانب قناعات كل مسرحي وقناعاته وكل انسان واختياراته الفنيه اختيارات الدفاتر اللي يحب يخدم عليها. ما نقول لست المرجع ولست الاساس لكن انا من الناس اللي نخدم على انماط معينه. سبق لي اني خدمت منذ في افتتاح مهرجان قرطاج الدولي على سيره الفنانه عليا بمسرحية ظلموني حبيبي كذلك صالح الخميسي الله يرحمه في 2002. عندي شبه ضعف وعندي إيمان أنه نعطيه للناس حقهم. خاطر قاعدين في بعض أعلام سواء كان في الفن أو في السياسة أو في الرياضة مش قاعدين نعطيه حقهم في عمقهم. لما نحكيه على أسطورة في رياضة أو اسم أو علم من أعلام في السياسة وكذا سوبجيكتيف معناها أمور ذاتية قد ما احنا مسؤولين ان نتصور هكا ما هي زمنا نعطيه كل ذي حق حقه بقطع نظر على اني نحب ولا ما نحبوش. اما سيرته وما سيرته يلزم نتعرض لها بكل صدق بكل امانه على خاطر راه الدهر صعيب وتكبر يا كنا وتولي حماء وتشوف ما شفت انا. جابوا جرتهم ناسها يتعاشوا ودافين يعيشوا من ثمار جارها وخصوبة أراضيها. يقولوا لي أصل اسمها بونيقي ويتكون من زوز مفردات الأولى منوي يعني سوق والثاني با يعني خيمة سوق الخيمة. يظهر لي فهمتوا اللي نحكي على منوبة. منوبة في القرن الثالث عشر الدنيا رايزة ديار محلولة على بعضها والجار ما يرقد إلا ما يدهن على جار. الفرح فرح الناس الكل تعرز الصبايا والناس يهنيوها ويدعيو للغشير بطول العمر. نوع المسرحية اسمه دوكيومنتير فيكسيون معناها يجمع ما بين ما هو خيالي وما هو واقعي ومعناها ستيليزي ماهوش معناها المقاربه ماهيش كلاسيكيه 100% فضاء محلول فضاء محلول. نحكيو على سيره المراه هذه اللي عاشت 70 سنه مده ساعتين اهم جوانب حياتها ما قامت به علاقتها بالمجتمع علاقتها بمحيطها علاقتها بشيدي بالحسن اللي هي تلمذت عليه رحمهم الله جميعا ورحم الله كل المسلمين. دونك هذه المقاربة متاعنا كما قلت لك معناها مربوطة في الزمن فهمتني مربوطة في القرن الثالث عشر في المدة اللي عاش فيها السيدة المنوبية. وشكون هي المرأة هذه اللي لليوم حتى مثلا يتصور بعض أنه ذريحها ماهوش موجود. فمن بعض الناس يصوروا أنه ذريحة موجود. ذريحة كان موجود في مقبرة سيد علي القرجاني اللي توا ولات معناها حديقة كان موجود غادي لكن لما هزوا الروفات ما عادش عنده. لكن عنده زوايا عنده زوايا في 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 منوبة طبعا دارهم اللي سكنت فيها وعنده زوايا في المركاض وين في في معناها في وين عاشت. إذا حاولنا بكل أمانة إن شاء الله ما نكونوش ثقال على المتفرج ونعتقد اللي عملنا جهدنا ان شاء الله ان شاء الله المسرحيه تعجب الناس المجموعه عامله جهدها وان شاء الله نكونوا عند حسن الظن. الشخصيات اللي مش نلقاوها في مسرحيه السيده المنوبيه
هو بالأساس سيدي بلحسن الشادلي الله يرحمه ونعمه، هو الشخصية الأساسية اللي تلمذت عليه، واللي هي تبناها لأنه كان يتوسم فيها دوم اللي شافها، توسم أنا بيقول وهو يقول بيكون عندي قاسم مشترك مع المرأة هذه اللي هي من صغرتها شعرت بأشياء، حست بأشياء، وعرفت وامها عرفت أن المرأة هذه البنية هذه تخلقت ما هيش عادية، وهذا ما اكتشفوه في المسرحية. بالحسن شادلي هو دورك، هذا الدور البرنسيبال هكا ولا تعطيني فكرة على بالحسن شادلي؟ إن شاء الله هو دور أساسي معناته في المسرحية، دور أولي هو السيدة المنوبية اللي هي أميمة المحرزي، وأنا دوزيام روح. بالحسن الشادلي شخصية رئيسية في المسرحية، شخصية محركة مهمة جدا. أنا أول ما تم الاقتراح الشخصية علي أنا تصدمت الحق، ببش عليك شخصية ما هي سهلة جدا، فيها برشا أبعاد روحانية برشا، تخدم انتريور ياسر. أنا سميته استاج الوحش عندي عبد العزيز المحرزي اللي نخدم انتريور برشا. فرحان بالتجربة. شخصية بالحسن الشادلي ممكن نجم أقول لك كان مدة شهرين برايف أثرت فيها، معناتها حتى في كلامي في برشا حاجات فيها، وليت حتى كنت نتكلم على عباد نخدم انتريور برشا. وليت دوري هو من سكان حي منوبة من الجيران متاع للسيدة عائشة المنوبية، دور يعني شعبي من سكان الحومة واللي الجيران متاع دار السيدة المنوبية. الشخصية هذية كيفاش لقيتها؟ كيفاش شخصية والله شعبية عادية صعيبة زمنية في القرن ذاك متاع للسيدة المنوبية، صافا معناتها لاقي روحك في المسرحية الحمد لله. زوز المرأة وبنت سي نورمال، نخدم مع المخرج الكبير سي عبد العزيز المحرزي نوجه له تحية. بالنسبة لي أنا شرف كبير وعبارة قاعد نتعدى في فورماسيون، قاعد نجر في روحي، فادتني برشا الخدمة معه. أول تعامل مع سي عبد العزيز؟ هذا أول تعامل مع سي عبد العزيز. اسمعني عش بنتي، قالت لي ولدك نحبك عش بنتي تكمل زيزك، بالك شي ابنيتي ربي يجيب لك مكتوب وكون ارتاح. جني راجل؟ اي راجل ان شاء الله يا ربي، اخطر الطفلة يا ابنيتي كان وصلت لاربعتاشن سنة وما كهبش عليها راجل تتسمى بايرة. بايرة؟ اي بايرة. امي انا قديش عمري؟ على كلام بوك 13 ونص. 13 ونص اش مسالي انا أمي ادعي لي باش ما نقولش. ايه يا بنيتي كل يوم ندعي ونسبح في كل صلاة يا ربي، جيب مكتوب بنيتي يا ربي ورتحني يا ربي. يا رب امين. يا ربي جيب لي راجل يا رب. امين يا رب. يا ربي لا تبورني يا رب. يا رب ام ادعي معاي يا رب. يا ربي جيب يا ربي راجل يا رب. يا ربي طويل قصير يا ربي ضعيف سمين يا مزيد يا رب يا رب يا راشد يا رب 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 يا كريم يا رب 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 فيهم يا رب يا رب العالمين. امين جيب لي يا رب. امين جيب لك شنو ما قلنا راجل بابا يمشي تك عرجيب قدام بوك ما تحشمش رجلة سكت عجلة انت اللي ما تحشمش. الله يعينك سي مولتي سي مولتي، نجيب لك القصعة نغسل لك سويقاتك ونكمدهم لك سويقاتك. لا شبيك ما تغشش سي مولتي، ربي حبس علينا الأقل والدين. المسرح شوف المسرح فيه وعلي، فما عروض حاليا تتقدم عروض جيدة جدا وفما عروض هزيلة جدا، وهذا هو في كل وقت، لكن وقع نوع من التسيب توا، وقع نوع من التسيب وقت حاجة اللي أنا تألمني نسبيا وهم أحرار. أنا راني قلت لست وصية لا على الذوق ولا على الاختيارات. اليوم المؤلف تفقد في تونس ولات الناس كل تكتب، وهذا ربما ماهوش في صالح المسرح. الكتابة الجماعية موجودة محبذة ما نقولش لا، الكتابة للفرد اللي يقتحم الكتابة من حق أي إنسان يقتحم الميدان، لكن
غيبنا ما عادش عندنا عز الدين المدني، ما عادش عندنا عمر بن سالم، ما عادش عندنا مصطفى الفارسي، ما عادش عندنا العديد من الاسماء، تيجاني زليلة، العديد من الاسماء اللي كتبوا ما عادش عندنا. ولهذا نقول راهو باهي، لكن راهو اردوا بالكم الكتابه راهي زاده هي صنعه، هي موهبه، هي رساله، ما يلزمناش نستسهلوها ربما البعض من اجل الماده، على خاطر راهي على طول على قصار ما يدومش. مسؤوليه اللجنه مسؤوليه كبيره، علاش؟ ما يلزمش واحد يختار حسب ذوقه الخاص، حسب مولاته، حسب المسرح اللي يتفاعل معه. وقت يتفرج في كوميدي ما تتصورش انا فيها ربما هو ينجم يكون موجود، لكن في غالب الاحيان او الفودفين، ناخذ الفودفين خلي الكوميدي حاجه اخرى. ما تصورش انك بتشوف ان فيها ريشيرش على مستوى الاخراج وعلى مستوى الفعل وعلى مستوى الاداء وعلى ما فهمتني؟ واذا خاطر انت ما تحبش الفودفين تقول لها مسرحيه هزيله، مسرحيه متوسطه، مسرحيه بسيطه، مسرحيه ساذجه، هذا يردوا بالنا منه، هذا اللجنه لازم تردوا بالنا منه، لازم كي تجي كما واحد يقرا معلقه نتاع فيلم، تعرف باش تدخل لهيتشكوك تعرف شنو انتظاراتك. مو هكا ولا دونك ما لازمناش نحكموا من ذاتنا من منطق احنا شنو نحبوا واحنا شنو ما نحبوش. كعضو لجنه انا كنت في اللجان وعمري ما حكمت هكا، علاش؟ لانه يا اخي مانيش مسؤول على اختيارات العباد، يا اخي نحب الناس كلنا نعملوا في المسرح نفس الدفتر، نفس الرؤيه، نفس النوع من المسرح. دونك ماذا بيا رجاء من لجنة انها وتقييمها يكون موضوعي، ما يكونش خاطر هذاك حبيبي هذاك صاحبي. راي امانه، راي امانه بقطع النظر على انها مهنه زاد بدرجه ثانيه، ما يلزمناش الكلام الكبير باهي، لكن لازم نكونوا واقعيين، راي مهنه زاد. لما انت تحكم على وتكثر معناها انتاج وتسقطوا على خاطر انت ما حبيتش النوع هذاك، راه فما ناس خدمت عليه، فما عرق سال في جرته، دونك لازم واحد يرد باله. ما فماش علاش الانسان يكون قاسي مع العباد، متصل كل شيء زين، حياتي وحياتكم مغالطه وهم الوجود، اما النفس طواقه الى الاسمى، النور اللي يشوفه احمد وما نشوفوش أحد. وين ماشيين؟ شوف فرقة مدينة تونس للتمثيل كان على المشي ماشي للمجهول. كنت تقول ليش مثلي فرقة مدينة تونس بكل صدق، أنا دخلت فرقة مدينة تونس دخلت لها عمري 20 سنة سنة 1969، دخلت لها ولد صغير النقص، اليوم أنا كهل في 70، قضيت فيها 50 سنة، فضلها علي لا يحصى ولا يعد. هي بعد ربي سبحانه والوالد والوالدة الفضل يرجع لفرقة مدينة تونس، فرقة العريقة، فرقة أحمر ذكرت المسرح كما قلت لك تأسس سنة 1954 قبل الاستقلال، مرت عليها أجيال وناضت بالمفهوم الصحيح مش بالمفهوم المتعارف، ناضت عليها رجال. لما نحكي على الرجال نحكي على العديد من الاسماء، حبب تيجاني، علي بن عياد، دادي سملالي، رمضان شطة، الموجي التونسي، عبد الحفيظ السملوسي، منان الدين، ناصر العطية، وفاء سالم، بشير الدريسي، محمد كوكا، هذوما اللي قرات عليهم انا، فما بالك بالجيل اللي قبل الجيل المؤسس لفرقه مدينه تونس، واللي بالمجد ناضوا لانه كانت عركه مع الاستعمار، لانه تبعث الفرقه من اجل دعم المسرح العربي والهويه العربيه الاسلاميه. من هون انطلقت فرقه مدينه تونس، فهمتني؟ إذا هي تحمل الذاكرة نتاع المسرح التونسي. اليوم علاش الفرقة هكا؟ أنا بدي نتسائل ما تهونش، ثم إلى جانب هذا شنو يا أخي يا أخي كل مؤسسة هبطوها جير ويجور، أنا الناظر ويعرفوا الصغار في الفرقة يعرفوا اللي مستعد وقفت ومستعد رغم اللي خرجت في التقاعد باش نقف مع الفرقة، لأنها مش معقول اللي يمشي لازم يسكر الباب. عليه الفرقة هذه أنا نقول لهم لو كان جا العرق ما يشيحش، راهي بيسين بعرق الممثلين، راهي بيسين والعديد من المؤسسات، إذا نقول نظرة يبارك فيكم. قالتك مرتك ماو؟ مرتي ما عادش طايقة السكنة هون، يا ودي باش نقعدوا فيها حرام، راك تشوف المرأة طلعت في الجبل وسكتنا، راسها عريانة ولا ياسر هكا، اسمع يا سي مونتي، باش نقول لك حاجة،
يزمك تشد اخويا سي عمران وتكلم، يا ينبه على بنت ويرص على بوه، يا اخويا نقلو يسوى قشاشه. سمعت يا اخويا خاطر راه باش تولي مباصي هكا ظهرك هكا ظهرني. سي مولتي او شيء كلمه. السيدة المنوبية وين مش نلقاوها إن شاء الله في الأيامات المقبلة؟ فانتروا قلت لك ثقات فنرابعة، بعد فانتروا ما عنديش على وين أخرى. ومن إنتاجي أنا والعمل هذا مدعوم من صندوق التشجيع على الإنتاج الأدبي والفني لوزارة الشؤون الثقافية، بالمناسبة تحية تحية للوزيرة اللي وقفت معايا في محنتي، وكذلك سيد وزير الشؤون الاجتماعية بالمناسبة باش نشكرهم، كذلك كل المستشفى العسكري وإطارات وزارة الثقافة وكل الخيان والأحباب والزملاء اللي وقفوا معي. بطبيعة كانت المحنة صحيا كانت صعيبة شوية، تبقى ما عادش نجم نحكي، ما نظنش في عمري ما زلت نحكي على المستقبل، مستقبل وفاء فهمني، أيامات معدودات وتتعدى، معناها هذاكش مازال في العمر. بون نقول إن شاء الله مادام واحد حي وينجم ينجم ينجم يعمل حاجة يعمل، ما كانش هذاك علاش أنا مسكون أني نحب نشارك الشباب، والمسرحية فيها شباب، عندي غيرة على المسرح، نحب يتواصل بالشباب، وماذا بيا ماذا بيا هذه دعوة الكل الكهول والشيوخ اللي في المسرح واللي في السياسة واللي في الرياضة، افسحوا المجال للشبان، ماهيش لغة خشبية، أما راهو المستقبل ماهوش عندي أنا، عندك أنت يا شاب. عايشة اش تقعد بحدك؟ عايشة باش تقعد بحدك؟ وتنجم تروح المنوبة كل سبت من بعد صلاة الظهر، وغدوة بإذن الله